بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكان أولى هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله قول باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وكما بينا أن الصلاة فرضت في العهد المكي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكما ذكرت أيضا عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وزيد في صلاة الحضر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرضت هذه الصلاة كانت 50 صلاة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الله على أمته 50 صلاة، وما زال يراجع ربه سبحانه حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 وهي 50 في الأجر والثواب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب وجوب الصلاة في الثياب. قال: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. قال في إسناد نظر: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وجوب الصلاة في الثياب، يتكلم عن ستر العورة، تكلم عن ستر العورة، وأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وعورة المرأة هتختلف عن عورة الرجل في الصلاة، يبقى عورة المرأة تختلف عن عورة المرأة في الرجل في الصلاة. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى الآية بتتكلم عن ستر العورة عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. أخذ الزينة معناها أن يستر الإنسان عورته عند الصلاة. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يبقى يجوز أن أنا أصلي ملتحفا في ثوب واحد، يجوز هذا الأمر طالما كان ساترا للعورة، طالما كان ساترا للعورة. يبقى يصلي الرجل في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته، أو تصلي المرأة في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورتها. يبقى الأصل كده هو أن لا لبس الثياب من أجل ستر العورة في الصلاة، قلنا عورة الرجل بتختلف عن عورة المرأة. فلذلك يذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. ده بيتكلم على الإزار لما يكون يعني يستر العورة فقط ضيقا، يبقى نقول أن هذا الإزار يعني يستر هذه العورة فقط، فلا يستطيع أن يجعل على عاتقيه منه شيء. في الحالة دي قال: يزره بشوكة، قلنا يبقى بيجمع بين طرفي الإزار ويشد ذلك الإزار على وصله، ثم يزره بشوكة، قلنا مخافة أن يقع منه الإزار، يبقى بيزره بشوكة، يبقى قلنا على أساس حتى لا يقع منه أو لا يفك منه ذلك الإزار فتنكشف العورة. يبقى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل بيصطاد، فعلى ذلك أفأصلي في القميص الواحد؟ فقال: نعم، وزره ولو بشوكة.
وذكر ان القميص كان ضيقا يبقى او الازار كان ضيقا يبقى يكفي لستر العوره، فهيجمع بين طرفي الازار يشد ذلك الازار حتى لا تظهر اي شيء من عورته. قال في اسناد نظر يبقى على اساس الروايه التي وردت عن سلمة الاكوع، الطريق الذي ورد من خلال هذه الروايه عن سلمة الاكوع، لكن هذه الروايه صحيحه لانها وردت من طرق اخرى. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه لم يرى اذى. قال ما لم يرى اذى، يبقى يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذى، يبقى فيش اذى موجود على هذا الثوب. احنا ايضا مرت علينا روايات ان عائشه رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان رطبا حتى انه لا يخرج، واثر البقع في ثوبه، يبقى اثر الماء في ثوبه من الغسل، وان كان يابسا كانت تقوم بفركه. فلذلك قال من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذى، يبقى الاذى قلنا على اساس ان هو ممكن تختلط ماء المرأة أو رطوبات فرج المرأة مع ماء رجل فقع على ثوبه، فعند ذلك بيغسله من هذا الجانب. لكن كما بينا أن المني طاهر، المني طاهر، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تنزها وليس على سبيل الفرض أو ندي نجاسة وقع على الثوب، لا عشان نقطع الرائحة، أن المني له رائحة، لما يكون رطب كده له رائحة، رائحة المني معلومة، وقد يستكره الإنسان ذلك الأمر، أو يستكره ذلك الأمر، فكانت تغسله تنزها، رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف ببيت عريان، يبقى لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى كانوا يطوفون عراء حول البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يطوب البيت أو أمر ألا يطوب البيت عريان، يبقى معناها عند الطواف لابد من ستر العورة، وبالتالي الطواف صلاة، الطواف صلاة كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ستر العورة يبقى هذا شرط من شروط الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف الإنسان عريانا عند البيت. ويبقى ستر العورة مطلوب عند الطواف، والطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى من شروط الصلاة هو ستر العورة. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها، تلبسها صاحبتها من جلبابها. يبقى ده إشارة إن المرأة لما تخرج لابد أن تكون ساترة لجسدها، ساترة لجسدها. يبقى صلاة المرأة يبقى تصلي وهي ساترة لجسدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء عندما يخرجن ليشهدن صلاة العيدين قال أن تخرج في جلبابها، وإن لم يكن لها جلباب يبقى تستعير جلباب من أختها إن كان عندها فائض من ذلك الملبس، لذلك قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. يبقى ستر المرأة لجسدها بأكمله في الصلاة، ودي عورة المرأة. غير أنها تكون كاشفة لوجهها، غير أنها تكون كاشفة لوجهها طبعا حال الصلاة، ولكن لو كانت بحضور رجال يبقى عند ذلك لا تكشف ذلك الوجه. يبقى كما بينت عائشة رضي الله عنها يبقى كنا يطوفن حول البيت، فإذا كانت الرجال يبقى كانت عائشة تسدل على وجهها، تسدل من خمارها على وجهها، وإن حتى لا يراها أحد. يبقى لأن في الطواف بتبقى مرة كاشفة لوجهها، مرة كاشفة لوجهها، لكن لو مر الرجال يبقى هي مأمورة أن تسدل على وجهها حتى لا يراها الرجال. وكذلك يبقى في الصلاة هتصلي المرأة وهي كاشفة لوجهها، لكن لو كان بحضرة الرجال يبقى تسدل على وجهها حتى لا يراها الرجال. يبقى السدل هنا من اجل يبقى حتى لا ينظر اليها الرجال. وبالتالي قالت يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب، قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها، يبقى اللي هي العاريه، يبقى الاستعاره تعيرها من الجلباب لو كان جلباب زائد عندها ملبس، وبالتالي حتى تخرج وتشهد جماعه المسلمين وايضا تشهد دعوه الخير. فلذلك قال باب وجوب الصلاة في الثياب، يبقى ده للرجال والنساء، يبقى لابد من ستر عورة، وان ستر العورة يبقى شرط من شروط الصلاة. وستر عورة الرجل يبقى عورة الرجل من السرة إلى الركبة،
عورة رجل من السرة إلى الركبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن له إلا إزار فيزر ولو بشوكة، قلنا يجمع ما بين طرفي الإزار ويشد على وسطه، قلنا حتى لا ينحل وتنكشف العورة. ورواية أم عطية رضي الله عنها تبين أن عورة المرأة جميع الجسد إلا الوجه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وجه المرأة تكشفه في الصلاة، لكن لو كان بحضرة رجال يبقى تقوم بسدل شيء على وجهها حتى لا يراها الرجال. ثم ذكر باب آخر، وباب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدي أزرهم على عواتقهم. يبقى صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عقدي أزرهم على عواتقهم. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه، والثياب موضوعة على المشكب. قال له: قال تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: رأيت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. طبعا هنا بشرط أن الثوب ده يكون ساتر، ما ممكن يبقى ثوب واحد ولكن شفاف يكشف ما تحته، يبقى ساتر للعورة، والعورة كده بتستر يبقى لا تظهر لا شفا ولا وصفا. ممكن الإنسان يلبس ملبس ضيق فتظهر من خلاله عورة الإنسان، أو ملبس شفاف يبقى تظهر من تحت عورة الإنسان، يبقى مطلوب ستر العورة، ستر العورة يبقى حتى لا تظهر لا شفا ولا وصفا، لا شفا. يبقى ممكن ملابس ضيقة كده يبقى نحدد بها حجم عورة هذا الإنسان، يبقى على ذلك هذا يبقى منكشف العورة. نقول ده ما لابس ملبس، ما هو الملبس لابد أن يكون واصفا لعورته ولا كاشفا عن عورته، يبقى لا يكون مبين لعورة هذا الإنسان، لا واصف لها ولا كاشف لعورة الإنسان. فلذلك قال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدوا أزرهم على عواتقهم، على عواتقهم. يبقى العاتق ده اللي هو ما بين المنكب والعنق، يبقى ده العاتق، عاتق الإنسان، يبقى يضع على عاتقه منه شيء كما هتبين الروايات، وكما أيضا كان بيفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: قال صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه. يبقى الإزار كده طالما الملبس واسع يبقى يجعل على عاتقيه منه شيء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيكفي بستر عورة فقط، ولكن طالما كان الثوب واسعا يبقى يجعل على عاتقه منه شيء كما ستبين روايات، وكما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت تفعل الصحابة رضي الله عنه. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوع على المشجب. يبقى ثيابه موضوع كده على الرشاء، زي ما يبقى عندك رشاء كده شيء بتعلق عليه الثياب، ده المشجب. فكان بيبقى معلق الثياب كده ويصلي في ثوب واحد. فقيل لا تصلي في إزار واحد، يبقى اللي بيكلم بيستنكر على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال تصلي في إزار واحد؟ قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيونا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بيذكره على هذا القول لما اعترض وأنكر على جابر بن عبد الله. كان يسأل، نقول له يعني طب إيه كان المطلوب؟ يعني إيه مطلوب؟ كان يسأل يستفسر، بدل ما تنكر كده وبالتالي تستفسر المسألة ترى فيها يعني هذا أمر رآه الإنسان يتعجب منه، طب تستفسر قبل الإنكار. لكنه أنكر على جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنهما، لذلك هو يعني أغلظ له القول. نقول له ترى لماذا أغلظ له القول؟ الرجل يستفسر، لا ده هو كان بيستنكر، يعني ده سؤال مش استفساري ولكن ده سؤال استنكاري. يعني والذاريات ذروة، شبيغ بن عسلي ده لما قال إيه هي، كان بيقول على طريق على سبيل الاستنكار، فضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربا شديدا. ليه؟ لانه بيستنكر مش بيسال سؤال استفساري، لو سال سؤال استفساري هيجد الرفق في الاجابه. لكن يا ترى لماذا اغلظ علي جابر بن عبد الله رضي الله عنه؟ يبقى اغلظ لانه انكر ذلك على جابر، وجابر ده ليه صحبه مع النبي
صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل ما تعترض كده حاول تستفسر عن المسألة. ولذلك دايما احنا بينا ان الاستفسار قبل الحكم. قبل ما تحكم على احد استفسر اولا. واحنا ده رأيناه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحاطب ابن ابي بلتعة ما حملك على هذا، مع ان نقوله ان قرار الإدانة واضح قوي او البينة واضحة، ده في جواب خطاب ارسله حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه الى كفار قريش يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم لقتالهم. فيعني نقول على ذلك ده مش محتاجة كلام، مش محتاجة تعليق، مش محتاجة استفسار. لا، السنة بتعلمنا الاستفسار قوي. عسى ان يكون متأولا، يعني عسى ان يكون متأولا. لذلك قال ما حملك على هذا يا حاطب، ذكر القصة ليست ردة بعد الإيمان، ولكن هو رأى كذا وكذا. فعلى ذلك صدقكم حاطب، يبقى ما حملك على هذا. وبالتالي احنا بنتعلم ده من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إلا إبليس لم يكن سجين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير. ما ربنا سبحانه وتعالى عارف ليه إبليس ما سجدش، لماذا لم يسجد. ولكن ده نقول ثوابت أصول احنا بنتعلمها دايما كده. تعطي لنفسك الفرصة تستفسر قبل إطلاق الحكم، ما أيسر إطلاق الحكم. ولكن على ذلك قد يندم الإنسان بعد ذلك أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعطي لنفسك فرصة تتأنى كده، تتأنى. يبقى يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع للآخر منهما كما سمعت من الأول. دايما الشاك الأول كده ممكن عاطفة الإنسان تتحرك معاه، تتحرك معاه، وبالتالي تصدر قرار أو حكم وأنت لم تسمع من الطرف الثاني. كنت ظالما لنفسك، أنت ظالم لنفسك. تدي لنفسك الفرصة اسمع للآخر كما سمعت من الأول. يبقى الأول دهوت أنت ظنك أن معاه الحجة ومعاه الحق، طب اسمع من الثاني وقرر بعد ذلك. يبقى الاستفسار قبل الحكم، يبقى ده عشان ينأى الإنسان بنفسه أن يقع في الشر أو المضرة أو تلحق به، يبقى في مظلمة علقت به وبالتالي حيطالب بها يوم القيامة. تعطي لنفسك الفرصة. فلذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه زجر الرجل ده، زجره، وبالتالي قرع ذلك الرجل وقال ليراني أحمق مثلك، جاهل مثلك. يبقى الأحمق ده اللي هو الجاهل، يبقى حتى يراني أحمق جاهل مثلك ويسأل وأجيب عليه. وبالتالي لما شدد عليه في الزجر، وقلنا كنتيجة ان هو كان بينكر على جابر. يبقى السؤال اللي بنخرجه ممكن يكون سؤال استفساري، ممكن يكون سؤال استنكاري. احنا مرت علينا الرواية ان عائشة كما قالت معاذة رحمه الله، ان عائشة رضي الله عنها لما سئلت كده ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال حرية انت؟ قالت لا ولكني استفسر، فبينت لهم الإجابة. يبقى حرورية، قلنا الخوارج دول بيروا أن الحائض بعد انقضاء الحيض والاغتسال يبقى كما أنها مأمورة بقضاء الصوم يبقى أيضا تقضي الصلاة. وقلنا رأوا الكلام ده إزاي؟ قياسا كده اللي أقعد عن الصلاة والصيام هو الحيض. طب لما يرفع يبقى لو أمرت بالصوم يبقى تؤمر أيضا بالصلاة، لأن كان المانع واحد. فلما رفع المانع فعلى ذلك يبقى لم يفرقوا بين الصلاة والصيام. ده كلام عكس مخالف تماما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة قالت إيه؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولو نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى واضح المسألة تماما، مسألة واضحة. وبالتالي يبقى ليه الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة كما قالت يبقى كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. وخلاص احنا نقف عند الحدود، لكن هم يعني قالوا ان هي ايضا تقضي الصلاة. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت أحرية انت في الخوارج؟ فقالت لا ولكني استفسر، ده انا عايز اعرف الحكم. يعني مش تستنكر هذا الامر ولكن ايه بتستفسر. يبقى ممكن يكون هو سؤال استنكاري، ممكن يكون سؤال استفساري. استفساري هنجيب عليه برفق ولين وبيان وتوضيح، لكن سؤال استنكاري وبيستنكر اساسا. يعني كيف تستنكر وانت تجهل؟ يعني هو جاهل ومع ذلك بيستنكر. طب يعني قول داري على الجهل بتاعك واسال اولا، تعطي نفسك الفرصه، ولو كانت الاجابه غير سديده يبقى يستنكر بعد ذلك.
وكذلك أيضا استفسار قبل الحكم، تحكمش كده إلا لما تستفسر، تقف على الحقيقة وتتثبت، قلنا حتى لا تعلق بك مظلمة وطلب بها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال محمد بن كدر رحمه الله: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يبقى يصلي في ثوب طالما كان الثوب ساترا للعورة، يبقى ثوب واحد كده، يبقى ممكن يلبس كده قميص، قميص على بدني، يبقى على بدني كده مباشرة، وليس تحت هذا القميص شيء، بس ده قميص ثقيل، يبقى سميك كده بحيث ان هو لا حيصف ولا حيشف، يبقى لا يصف ولا يشف. هل يا ترى لابد ان يكون هناك ملبس خاص للعوره وبالتالي يلبس من بعد القميص؟ نقول ان لم يكن يبقى يصلي في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته غير كاشف ولا واصفا للعوره. يبقى ممكن ده يصلي في قميص سميك اهو، يبقى وبالتالي غير كاشف ولا واصف للعوره، يصلي حتى لو لم يخص العوره بشيء. فلذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ثم ذكر باب آخر، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وقال الزهري رحمه الله في حديثه: والملتحف هو المتوشح والمخالف بين طرفيه على عاتقيه، والاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ رضي الله عنه: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. تقول أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. كذلك في رواية عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. أيضا عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. أيضا في رواية أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن عمر بن أبي سلمة أخبر عروة أنه رأى النبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفي على عاتقيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. ثم ذكر عن عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ذكر أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت أم هاني. قالت أم هاني: وذاك ضحى. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كلكم لكم ثوبان. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يبقى جواز أن أنا أصلي في ثوب واحد ولكن لابد أن يكون ساترا للعورة. قلنا الثوب ده لو كان واسع يبقى على ذلك تجعل على عاتقيك منه شيء، قلنا حتى يستر الإنسان العورة عن نفسه، مش أنا مطالب بس بستر العورة عن الناس، ستر العورة عن نفسي. يبقى لو كان الإنسان بيلبس كده ملبس والملبس ده لو ركع أو سجد هنجد أنه يظهر ما بداخلي، لو نظر ببصري كده ينظر إلى ما بداخلي، هينظر إلى عورتي. فأنت مطالب بستر العورة في الصلاة عن نفسك وعن غيرك، يبقى عن نفسك وعن غيرك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان على عاتقه منه شيء، على عاتقه منه شيء، إن عشان يبقى ساتر عورة لو سجد أو ركع يبقى لا يرى. ولذلك كان يقومون بربط ذلك أو يلتحف به ويربط ذلك في مؤخرة القفا، قلنا عشان لما يركع ويسجد لا يرى ما بداخله هو بنفسه، وكذلك ستر العورة
عن الآخرين. فقال الزهري رحمه الله في حديث الملتحف والمتوشع والمخالف بين طرفيه على عاتقيه، يبقى لبس الملبس ده ويجعل على عاتقيه منه شيء، يبقى بيغطي الكتف، يبقى نقول يغطي الكتف، يبقى ده المطلوب ان انا لما اصلي في ثوب يبقى مع ان العوره هي من بصر الركبه. الكلام ده لو ضاق عليك، ضاقت عليك الثياب لم تجد الا ذلك، لكن لو نقول اصلا كده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع عاتقيه منه شيء، ده الاصل كده، لكن نقول ضاقت الثياب لم يجد الا ذلك الثوب ازار بس، ولو جعل الازار على عاتقيه انكشفت العوره، انكشفت، فعلى ذلك نقول يبقى يغطي، يستر العوره، يستر العوره، وما زاد على ذلك يجعل شيئا على عاتقيه، يبقى ده الالتحاف او الاشتمال، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت ام هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يبقى وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يبقى جعل على عاتقيه منه شيئا، يبقى ده شيء فوق ستر العوره، فوق ستر العوره، يبقى ستر العوره من السره الى الركبه. احنا اتكلمنا قبل ذلك ستر عوره، عوره رجل رجل من السره الى الركبه، لكن يا ترى هل يصلح ان تخرج مستقبلا لاخوانك بهذه الصوره؟ نقول هذه الصوره ليس فيها ادب، يبقى الادب يتطلب والحياه تتطلب هو ان تستر ذلك البدن، وان عوره المراه، المراه من السره الركبه، فعلى ذلك تخرج المراه وهي كاشفه لصدرها، نقول هذا طبعا يعني ليس فيه حياء، الحياء يتطلب ان تكون ساتره لبدنها، ساتره لمواطن الفتنه، رغم نقول طب ده من السره للركبه، يعني عوره المراه، المراه من السره للركبه، لكن ينبغي يعني ان تكون ساتره لمواطن الفتنه خاصه، فلا تخرج يا شبل الصدر وتقول ان عوره المراه، المراه من السره للركبه. دايما خلي بالنا من مساله الحياء، مساله الادب، يعني مساله الحياء ومساله الادب، يبقى هنقول على ذلك يعني هتنفر من هذا الانسان الذي خرج وهو ساترا ما بين السره والركبه، فعلى ذلك هنقول له ايه؟ البس شيء، يعني البس شيء، يبقى جرت شوف العرف على ذلك، والحياء بتاع الانسان، يعني حياء الانسان، وده ادب من الاداب، ولذلك نقول هذه ستر عوره يبقى شرط نشوف الصلاه، لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا يبقى يجعل على عاتقيه منه شيء، وكما قالت ام هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يبقى ستر العوره عن نفسه وستر العوره ايضا عن غيره. وكذلك ذكر عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، قال: وهو في بيت ام سلمه قد القى طرفيه على عاتقي. وقال ايضا: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقي. اشتمل عليه ازاي او التحف به ازاي؟ يبقى جعل على عاتقي منه شيء، يبقى ستر ايه؟ العاتق كمان، طبعا ستر العاتق معناها صدر بقى، كان ساترا لذلك المكان. قلنا ليه؟ لان حتى لا تنكشف العوره لا لنفسه ولا لغيره، يبقى مش معنى كده انك انت يعني هتكشف العوره وتنظر اليها، فعلى ذلك يبقى لابد تكون ساترا العوره عن نفسك وعن غيرك. ستر عوره عن نفسك كده يبقى يتطلب ان اجعل على عاتقي منه شيء حتى لا تنكشف العوره لنفسي متى ركعنا او سجدنا، وكذلك يبقى ساترا لما كان اسفل حتى لا يراها احد. ثم ذكر هذه الروايه عن عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب رضي الله عنه تقول: ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره. يبقى في ساتر كده، والساتر ده كان يعني ثقيل بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، يا ترى من الداخل؟ فلذلك قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ يبقى كان ايه الساتر ده؟ ساتر غير كاشف، ساتر غير كاشف، ولذلك سأل: من هذه؟ فقلت: انا ام هانئ بنت ابي طالب. فقال: مرحبا بام هانئ، يعني بيرحب بام هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من غسله قالت: قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف خرج وصلى هذه الركعات. قالت: فلما انصرف قلت: رسول، زعم ابن امي، اي علي بن ابي طالب، انه قاتل رجلا
قد أجرت فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا ما أجرت يا مهاني. قالت أم هاني وذاك ضحا، يعني الركعات دي وذاك ضحا، كان ضحا من الوقت، يعني بتتكلم عن الوقت، يعني الوقت ده وقت الضحى، وقت الضحى ده يبقى من بعد مثلا ادي شروق ارتفاع الشمس لقبيل صلاة الظهر، ده بيسمى ده وقت الضحى. إن صلى الإنسان نافلة مطلقة يبقى بتسمى بالوقت، نقول دي صلاة الضحى، صلاة الضحى. غير مثلا في هذا التوقيت صلى، يعني توضأ وصلى وقال سنة وضوء، أو صلى صلاة استخارة، لكن عشان يصلي يبقى تنسب إلى الوقت، زي ما نصلي بالليل، يبقى بالليل دي اسمها صلاة الليل، تنسب للوقت. ولو هو ضحى يبقى هذه صلاة الضحى. يا ترى ليه بنقول عليها صلاة الضحى؟ تنسب إلى الوقت الذي وقعت فيه. لما يكون هذه نافلة مطلقة يبقى تسمى بصلاة الضحى. فصلى 8 ركعات كما قالت أم هاني رضي الله عنها، وقالت وذاك ضحى، يعني كان الوقت وقت الضحى بتتكلم. فهل يا ترى الركعات دي للضحى ولا من أجل النصر والفتح؟ كل ده كلام يعني نذكره باذن الله سبحانه وتعالى لما ناتي للكلام عن صلاه الضحى. فقالت زعم ابن امي انه قالت رجل قد اجرته، دخل في الجوار، يبقى زي ما كان يعني كفار قريش فلان يدخل في جوار فلان، يبقى على ذلك لا يناله، لا يناله باذى، يبقى في جواري، يبقى دخل بامان. ايه الامانه؟ دخل به، دخل بامان فلان، بغض النظر يعني رجل او امراه، يبقى بغض النظر عن ذلك الامر. يبقى ليه؟ لان ذمه المسلمين واحده، يسعى بها ادناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امراه مسلمه اجارت فلان، فلان ده دخل، يبقى هذه البلده بامان. يا ترى مين اللي اعطاله الامان؟ اي مسلم، يعني اي مسلم، يعني ما فيش فرق ما بين شريف ووضيع، بين ذكر وانثى، يبقى دي ذمه المسلمين واحده، يعني كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فرق ما بين ذكر او انثى، وما فيش فرق ما بين شريف ووضيع او رئيس ومرؤوس. يبقى دخل بامان، يبقى على ذلك يبقى لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز اي نوع من انواع الاذى. والكلام ده حتى يعني الكفار كانوا يصنعون ذلك، يعني افتكر ده دخل في جوار فلان، هذا كافر من صديق كفار قريش، ولكن دخل في جواري، عند ذلك يسير بامان، يسير بأمان. يبقى دي أساسا عقود وثوابت عندهم، على الرغم أنهم كان في الجاهلية وفي الكفر، لكن هذا عقد أمان خلاص، حدش يناله بأذى أبدا لأنه في جوار فلان. يعني برضك هنا كما قالت أم هاني رضي الله عنها، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، دخل بأمان، فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني. يبقى بين أن ذمة المسلمين واحدة، يبقى ذمة المسلمين واحدة، أسابيع أدناهم، يعني ما فيش فرق بين شريف ووضيع، رئيس ومرؤوس، ذكر وأنثى. يبقى دخل بأمان هذه المرأة، يبقى لا يناله أذى، لا يناله أذى. فلذلك قالت أم هاني وذاك ضحى، يعني بتكلم عن الوقت اللي هي ذهبت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال وكلكم لا ثوبان، أو لكلكم ثوبان، يعني مش كله عنده ثوبان، ولكن ممكن يبقى عنده ثوب واحد. طب ماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع؟ يعني معنى كده ما يصليش ولا يصلي؟ يصلي في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته، ولو كان ضيقا يبقى بيتزر بشوكة، قلنا بيربطه ربط شديد عشان لا يحل وينفك وتظهر العورة، ولو كان واسعا يبقى جعل عتقي منه شيء. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. يبقى قال إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل عتقيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يبقى نهى عن ذلك، أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وأيضا في رواية أخرى عن عكرمة رحمه الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يبقى هنا ده فعل أمر، فليخالف بين أمر بين طرفيه. والأولى كانت نهي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء،
فبوب الإمام البخاري رحمه الله إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقين، والعاتق ده قلنا ما بين المنكبين إلى العنق، إلى العنق. وأذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة ما بين شحمة الأذن إلى عاتقي مسيرة 500 عام. كان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لنا ملك من ملائكة، قال ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، يبقى هذه العاتق أهو مسيرة 500 عام. يبقى انظر بقى إلى الضخامة، بيتكلم على ضخامة يعني هذه الخلقة، خلقة الملائكة. معروف أن جبريل عليه السلام يعني قام بقلب قرية لوط الذين كانوا يعملون الفواحش ما سبقهم بها من أحد من العالمين. يبقى كان الرجل بيأتي رجل، فعلى ذلك لوط عليه السلام نصحهم، ولكن هم أساسا تمادوا في ذلك الأمر وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون. فهم كانوا يفعلون الفواحش جيد، لما جاء جبريل عليه السلام ثم قلب هذه البلدة على أهلها حتى جعل عليها سافلها. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقي شيء. يبقى لو كان ثوب وحيصلي فيه والثوب ده واسع، يبقى قال ليس لا يصلي، يعني نهيه هو الجمهور حمله هذا النهي على التنزيه، لكن أصل النهي كده يحمل على التحريم ما لم يكن هناك قرينة صارفة. الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة. قبل ذلك تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفض طهور المرأة، ونهى المرأة تتوضأ بفض طهور الرجل. يبقى ده النهي، النهي يحمل على التحريم. تأتي بقى قرينة صارفة كما بينا أن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جنابة ثم تبقت فضلة من الماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فقالت إنها اغتسلت من جنابة، قال الماء لا يجنب وتوضأ بها. ففعله ده دل على أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. عرفنا الكلام ده منين؟ ما هو نهى عن كده، نهى أن يستعمل رجل فضل طهور المرأة، وهو قام النبي بالفعل كده صلى الله عليه وسلم واستعمل فضل طهور المرأة. يبقى ده دل على أن النهي هنا المقصود منه للتنزيه وليس للتحريم، للتنزيه وليس للتحريم. حتى لما يكون النهي للتنزيه مش معنى كده يعني نحن تمادى في هذا الأمر، ده في نهي هو كراهة، يعني في كراهة هي كراهة تنزيهية مش كراهة تحريمية. لكن حتى الكراهة التنزيهية طالما أستطيع أن أبتعد عنها أبتعد عنها، يعني أبتعد عن ذلك الأمر. يبقى لابد أن احنا نطلب يعني أعالي الأمور، يعني أعلى صورة للأداء وديها. لكن ساعات نقول له دي صغيرة بتكفرها الحسنات الماحية، لكن ده لا صغيرة يعني مع إصرار، لو في إصرار على فعلها تحول إلى كبيرة. فلا في الحالة دي دي صغيرة بتكفر عن طريق الحسنات الماحية، لكن يعني على ذلك يبقى المطلوب أن أنا لا أقع في مثل هذه الأمور. ده نقول فيها كراهة تنزيهية، ما فيهاش تحريم يعني، ما فيها كراهة تنزيهية. حتى لو فيها كراهة تنزيهية يعني تبتعد، لأن إلف الإنسان لفعل هذا الأمر يدخله إلى ما بعد ذلك. يبقى اجعل بينك وبين الحرام يعني مسافة شاسعة. كانوا يتركون جانب من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، طب هو بيترك جزء من الحلال، ما هو مخافة، ما هو من حام حول الحمى يوشك أن أرتع فيه. وإحنا ضربنا قبل كده مثل يعني في الدنيا كده في الأحوال الدنيوية، قلنا بيبقى لما الرجل بتاع المخازن ده عنده لما تصل البضاعة إلى قدر معين يطلب عند ذلك، قلنا ده حد الطلب اسمه عندهم. لذا هم قال لك طب أنا ممكن أطلب في عطلة معينة يتأخر عن توريد هذا الشيء، فممكن يبقى في خلل، فلذلك وضع حد اسمه حد الأمان. حد الأمان ده حد الأمان، يبقى لو كان حد الطلب عند لما يكون 3 وحدات أطلب، قال لا خليها عند 5 وحدات أطلب، عشان لو حدث أي ظرف من الظروف كده وفي تأخير يبقى على ذلك نقول ايه، يبقى ما زالت عندنا ايضا يعني جانب من هذه السلعه. انظر بقى الى اهل الدنيا بيفكروا ازاي، فكر ازاي، مش هو بيقف عند حد الطلب اطلب هنا بس، لا ده عمل حاجه اسمها حد الامان، يعني حد الامان ده قبليه كمان. يبقى انا مطلوب فعلا اطلب عند 3 وحدات، عقبال ما تتورط كده يعني نقول يعني ممكن قبل ما يستنفذ ذلك الرصيد هيبقى له وحده من هذا الشيء، فهتيجي بعد كده طلبيه يبقى حيرتفع عدد الوحدات عنده. قال لك لا طب انا اخاف، يبقى لا ادري ممكن اي نوع من انواع العطلات، فماذا يعني يتطلب؟ قال لك نعمله حاجه اسمها حد الامان.
يبقى من حام حول الحمى يشرك الله تعالى. تجد السنة يعني بينتنا هذا الكلام، بس احنا مش بننتبه، يعني ضع حواجز بينك وبين الحرام. ايه الحاجز ده؟ انت تترك جزء من الحلال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ما تقربش الزنا. طب يقربوا ازاي بقى؟ يقربوا ازاي؟ ده ممكن بالنظرة المحرمة، دي بداية الطريق. التساهل في الكلام مع النساء دي بداية الطريق. فتسد الباب ده، يعلمني ان انا اسد هذه الابواب، منافذ كده سدها على نفسك. انت لا تدري، يعني لا ادري، قلنا بيستدرك الانسان. هي التدرج ده، على ذلك يعني سنة التدرج ده الشيطان بيصير معانا بسنة التدرج، فقيه فيها، فقيه يعني عايز يوقع ده في الزنا، يبقى على ذلك بسنة التدرج، بالنظرة الأولى، بالابتسامة، بالكلمة، وهكذا تيسير كده، بس تدرج، مش هيعمل شيء اهو لغاية لما يقع ذلك المحظور، يقع المحظور. فإحنا ننتبه دايما، يعني إحنا ننتبه. اجعل بينك وبين الحرام بابا سدا منيعا، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. لذلك قال يصلح أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قالوا حملوا هذا النهي على التنزيل. وطب يا ترى القرينة الصريفة فين؟ القرينة الصريفة، لكن أصلا هنجد بعض العلماء قالوا هذا نهي يحمل على التحريم، على الأصل كده قالوا يحرم أن يصلي في ثوب واسع ليس على عاتقه منه شيء. وقالوا لأن ورد بفعل النهي هنا، ورد بالنهي ورد بفعل الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. يعني الحكم ده ورد نهى عن كده وأمر بكده، أمر قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يبقى ده فعل أمره. جمهور حملوه أيضا على الاستحباب، لكن المسألة دي فيها نهي كمان. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. يبقى أصلا إحنا نحمل هذه الأمور، وإحنا ابعد دايما أن تكون محل خلاف العلماء، يعني دايما بالاحتياط حتى نقول، يعني ابعد دايما انك انت تبقى في موقف يبقى هو ده الموقف اللي فيه خلاف العلماء. البعض قال على الوجوب، البعض قال كذا، يبقى ما تخليش انت في مكان يعني يتنازع فيه، انت مكان بيتنازع فيه العلماء، تقفش انت في الموقف ده. ولكن كما نقول كده في صدقة الفطر، صدقة الفطر، صدقة الفطر تخرج طعام. في البعض كده قال يجوز إخراج صدقة الفطر نقود. جانب العلماء قالوا لا تجزي، لا تجزي. طب أنا يعني أخرجها والعلماء تنازعوا فيها ليه؟ لم يختلفوا أبدا لما نخرجها طعمة، طعمة كده ما فيش خلاف، حتى من قال أو أجاز إخراجها نقود. لكن لو أخرجها نقود هنجد من ينازع في ذلك، فما تكونش محل النزاع أنت، ابتعد دايما. يبقى تفعل المأمون، يعني تفعل المأمون، دي طاعات، فالطاعات انا افعل فيها المأمون، ولازم انا يعني يبقى اخذ الاحتياط لنفسي ولعباداتي. فحتى من قال او اجاز اخراج زكاة الفطر النقود، يعني على ذلك لا ينازع في المسألة. لو اخرجتها اقول له لو اخرجتها طب طعمة، يقول لك تجزئ تماما، ما هو ده الاصل، حتى هو عنده الاصل ما هيجزئ، لكن هو الاصل عنده كده برضو. فلو اخرجتها انا طعمة، ده الاصل عند الجميع، ما فيش واحد من العلماء دول اختلف، ما قالكش لا تجزي. لكن امتى قالوا لا تجزي؟ في مسألة النقود، في قال تجزي في قال لا تجزي. طب انا اضع نفسي في الامر ليه اضع نفسي في الموطن الذي تنازع فيه العلماء بين قالوا تجزي ولا تجزي؟ ده انا افعل الفعل التي تجزي وهي اخرجها طعمة، لانه لا خلاف فيها بين العلماء. هنا كذلك يبقى النهي يحمل على التحريم ما لم يكن قرينة صارفة، الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة. فجمهور العلماء قالوا هذا على الاستحباب الأمر ده، وهنا قالوا أن ده نهي على الكراهة التنزيهية. حتى لو كان على الكراهة التنزيهية يبقى نبتعد، يعني ابتعد، قلنا خاصة أن هو الأمر يحمل ابتداء كده على النهي، يحمل على التحريم، والأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة صارفة. ثم ذكر الباب التالي وهو باب إذا كان الثوب ضيقا، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.